السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نوجدو حريجات صغار معمرين بحشوه مالحه، كيجيو رائعين بزاف. واللي عجبتكم الوصفه ما تنساوش الاشتراك في القناه، وما تنساوش اللايك، وخلاو شي كومونتير، وما تنساوش تبارطاجوه مع الاحباب والاصدقاء. ونبداو على بركه الله. عندنا 250 غرام ديال السميده رقيقه، مع 50 غرام ديال الدقيق الابيض ما يعادل نص كاس، ونص كاس ديال الزيت العاديه. وهنا عندنا ملعقه صغيره ديال السكر سنيده، وملعقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. اللي ما عندوش هذه الخميره ديال المعجونه يدير خميره الحبيبات، ونص خماره ديال ونص خماره دي حمراء ديال الحلوه، ونص ملعقه صغيره ديال الملحه، والماء دافئ اللي جمع، والماء عادي من الروبيني اللي جمع الخليط. ونبداو على بركه الله. بالنسبه للحشوه كنوجدو قبل ما نديرو العجينه. انا راني وجدت الحشوه من قبل وهي بارده. غندير لكم الطريقه ديالها مورا العجينه، ولكن نتوما ضروري تسبقوا حتى نتوما الحشوه عاد ديروا العجين، باش ملي ديروا العجينه ديروا تعمروهم نيشان، ما تخليهمش يخمروا ما والو. كنزيدوا الدقيق ديالنا، بسم الله، كنزيدوا المكونات كامله. الا عندكم حليب غبره راه حتى هو راه مزيان مع السميده، كيخليها طريه بزاف. كنخلطوا هاد المكونات، بسم الله، صافي. وكنزيدوا الزيت، وكنبسسوا هاد السميده ديالنا، بسم الله. ما كنعجنوش، غير كنبسسوها، بسم الله. خلينا هاد الزيت كامله في هاد الخليط، صافي. دابا غنزيدو الماء، ما كنعجنوش، غير نخلطو حتى تجمع لينا، ما نعجنوهاش، بسم الله. صافي، ها هي العجين ديالنا واجد. غندوزو دابا ان شاء الله باش نشكلوها. كندير واحد شويه ديال الزيت، غير واحد شويه فوق طاولات العمل ديالنا باش ما تلصقش لينا. كنديروا، المهم نتوما اختاروا المول اللي بغيتو، يمكن لكم ديروهم كويرات وتبسطوهم واحد شويه. انا غندير هذا مول مربع. كنديروا شويه من العجين باش غير نتحصل على مربع. يمكن لكم تبسطوا نص الكميه ديال العجين وديروا الحشوه، وديروا فوق منه الكميه النص الثاني، وطبعوا بشي مرشم دائري ولا اللي بغيتو. صافي، كنديروا كنتكموا بحال هكا بالاصبع، كنكثروش العجين. صافي، وكنديروا الحشوه ديالنا، كنديروا شويه من الحشوه، بسم الله. صافي، كنديروا الكميه الثانيه، كنبسطوا واحد شويه. صافي، هادو هما الحريشات ديالنا، كنبسطهم واحد شويه. صافي، هذا هو الشكل اللي نديرها.
ندير معكم واحدة اخرى. كنديروا شوية من العجين صافي. هذه هي الحاشة ديالنا. عزيز معكم واحدة اخرى. يمكن لكم في الحشوة ديروا اللي بغيتو حسب الذوق. كل واحد فينا مهم الحشوة، ماشي ضروري ديروا نفس الحشوة، ولكن بهاد الحشوة كتجي زوينة، كتجي بنينة. صافي، وكنكرسوهم واحد شويه على حسب السمك اللي بغينا حنايا. صافي، وكنطيبوهم في المقله، وانا نستمر بهذه الطريقه وحتى نكمل الكميه كامل اللي عندي، وندوز ان شاء الله باش نطيبوهم. كنديروا المقله ديالنا حتى تسخن مزيان، شي مقله ثقيله احسن، وكنطيبو العيش ديالنا. بسم الله. المهم سميتو الحجم ديالهم على حسب نتوما اللي بغيتو. الا بغيتي ترققوهم، الا بغيتي تخليهم شويه غلات خليهم يطيبوا من جهتين. ملي كندهنوا المقله ما والو، كنديروا من المقله هكاك. بالنسبه للسميتو الشكل، يمكن لكم تقسموا العجين على جوج وتطلقوا العجينه الاولى وديروا فوق منها الحشوه وتغطيوها بديك العجينه الثانيه، والعجينه الثانيه تطلقوها في شي بلاستيكه وتحطوها فوق فوق العجينه اللي فيها الحشوه، وتطبعوها بمرسم دائري ولا مربع على اللي بغيتو باش تكون سهله. ولا عندكم شي مرسم دائري بحال هذا ولا مربع ولا شي حاجه، ديروا بحالي كيجيو ساهلين.
كيجي وهشاج بزاف. كنطيبهم على عافيه مهيله حتى يطيبوا لينا، كيجيو على هذا الشكل، كيجيو محمرين. ما تجهدوش العافيه باش يطيبوا على خاطرهم. صافي انا غنستمر بهذه الطريقه حتى يطيبوا ليا كامل الحبات اللي عندي، وندوزو ان شاء الله باش تشوفوهم بالشكل النهائي ديالهم ان شاء الله. جوا هنا درت شويه ديال البصله، شحرتها مع شويه ديال الزيت البلديه والملحه. نتوما ديما ديروا ابزار الا كديروه. وغنديروا الدجاج، طريفات ديال الدجاج. المهم عندنا الدجاج والفلفله والزيت المقطع والبصله، كنشحروا الدجاج حتى يتشحر مزيان مع البصله. البصله كنديروها هي الاولى حتى كتشحر مزيان، عاد نزيدو عليها الدجاج حيت هي كتشد شويه ديال الوقت، داكشي علاش جاتها هي الاولى. صافي كنشحرو. كنزيدو الفلفله والزيتون، كنخليو هادشي حتى يتشحر مزيان، ونزيدو العطريه ديالنا. هنا عندنا شويه ديال الربيع، بالنسبه للعطريه عندنا شويه ديال الكمون، كنديرو شويه ديال الكمون. وشويه ديال التحميره. صافي هذه هي العطريه اللي غندير، الكمون مع التحميره والابزار والملحه. انا ما كنستعملش ابزار، نتوما استعملوا الابزار في الذوق الاطباق، انا ما كنستعملوش، ما كيبغيوش العائله ديالي ما كنستعملوش. صافي كنحركو حتى يتشحر لنا هادشي مزيان.
صافي انا نبقى نحرك بحال هكا حتى يتشحر هادشي مزيان وصافي غندوزو ان شاء الله باش نكملو الوصفه ديالنا ان شاء الله. هادو هما الحليشات ديالنا واجدين كيجيو على هذا الشكل. بالنسبه ليا التزيين فرشت شويه ديال الخس وصفتهم في سميتو في الطبق ودرت شويه ديال مطيشه صغيره مع الزيتون. يمكن لكم ديروا المطيشه ديك مطيشه وتقسموها، الا ما تكونش هاد المطيشه صغيره يمكن لكم ديروا المطيشه العاديه وتقسموها طريفات وتزوقوا بها، ولا ديروهم بوحدهم في الطبق. المهم التزيين كيرجع لكم، وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. انا غنقسم معكم واحد الحبه باش تشوفوها. بسم الله. هاد الحشره كتجي زوينه ولذيذه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والا عجبتكم الوصفه ما تنساوش الاشتراك في القناه فضلا وليس امرا، والا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيوها من الاحباب والاصدقاء، والى فيديو اخر ان شاء الله. خليتكم على خير.